وصلنا للفقرة الطبية. طبعا هنبدأ دايت في فصل الشتاء ولا الأحسن أبدأ في فصل الصيف؟ السؤال ده بيعتبر من أشهر الأسئلة اللي أغلب الناس اللي عايزة تخس بتسأله لنفسها قبل ما تبدأ أي دايت. لكن هل فعلا الفصل المناخي ده ليه علاقة بسرعة النزول في الوزن؟ طيب ولو ده صح فأنهي فصل هو الأفضل؟ الشتاء ولا الصيف؟ وإيه النصايح علشان نخس بشكل صحي وخاصة بما أننا في فصل الصيف دلوقتي؟ كل ده وأكتر هنعرفه النهاردة في فقرتنا مع ضيفتي المشرفاني المنوراني في الاستوديو دكتور ريهام العراقي أخصائية التغذية العلاجية. أهلا بيكي يا دكتور ريهام. أهلا يا شيف عظيم. يعني الصيف ولا الشتاء بقى نعمل إيه؟ والله الشتاء ولا الصيف؟ يبتدوا دايت وخلاص. هي دي أهم حاجة إن هم ياخدوا القرار. يعني هو دايما في بلان، لا أنا عايز أكشن بقى. طب ما أنا عايز أبتدي بقى. نعمل إيه في الصيف ونعمل ايه في الشتاء؟ عشان بجد احنا دلوقتي في الصيف وناس كتير مننا يعني بيسافروا مصايف والولاد خلاص داخلين على فصل دراسي يعني اجلا ام عاجلا، فاحنا ايه ناخد الصيف وناخد الشتاء؟ قول لنا بقى. بصي، هو فكره هو الحرق اكتر في الصيف ولا في الشتاء؟ هو الكتب والدراسات والحاجات دي بتقول الشتاء. الشتاء ليه؟ عشان الجسم بيبقى عايز طاقه اكتر عشان يرجع درجه حرارته للحراره الطبيعيه. كويس، تمام. يعني مع انخفاض درجه الحراره الجسم بتعود على درجه حراره معينه فبيحرق اكتر. بس الاكتر ده مش هو ده اللي هيخسسني. ايوه، يعني انا ما بقاش معتمد ان الشتاء بيجي، لان احنا لما هنيجي للشتاء هنلاقي مشكله الجوع بقى بتاع الشتاء والدنيا ساقعه فعايز اكل عشان اتدفى والكلام اللي احنا عارفينه ده. صح. الصيف المفروض ان الناس اصلا عشان الجو حر وكده قابليتهم للاكل نفسها بتقل. صح. بس الناس اللي بتروح مصيف بتبقى عايزه تاخد سناكس، واغلب السناكس كلها أو حلويات حاجات فرايد. بالظبط، وحاجات فيها شوجري وسويتس يعني. والكلام ده، فاحنا في كل فصل هنلاقي ان احنا عندنا مشكلة. بالظبط. فانا عشان اتغلب عن المشكله أيوة. دي لازم انا احل القصه دي مع نفسي. كويس. يعني لازم انا اخد قرار الاول ان انا عايز اعمل ده وابدا بقى، مش اللي هو لسه هبتدي من يوم السبت. طب الاسبوع الجاي، اصل النهارده نفسي في حاجه فهاكلها. بالظبط. هو وانس ان انا بس خدت القرار ان انا هبتدي دلوقتي والتزمت شويه، مع الالتزام ده بدات اشوف نتائج. النتائج دي هي اللي هتحمسني ان انا افضل مكمل. لو انا مستني حاجه تحفزني او انا مستني حاجه عشان ابتدي او محتاج يعني مستني ابقى جاهز، عمري ما هبتدي. يعني مفيش حد بيبقى جاهز على اي خطوه هو بيخش فيها. صحيح. فونس ان البني ادم يقرر انه انا عايز اعمل دايت يفكر معانا ابتدي على طول. على طول ما تستناه، ابتدي من اول الوجبه اللي انت هتاكلها دلوقتي. صحيح. شكل بقى الدايت المتعارف عليه زمان هو اللي كان بيخلي الناس تكش شويه من ان هي تعمل دايت. دلوقتي الدنيا بقت احسن يا دكتور. بالظبط، اللي هو انا حاسس انه في حرمان. انا ما عنديش فرايتيز كتير، الاكل بتاع الدايت طعمه وحش. فاحنا على مدار السنتين او الثلاث سنين اللي فاتوا دول بدانا شويه نغير من فكر الناس او المايند سيت بتاعهم ناحيه الموضوع بتاع الدايت، والموضوع بقى لايف ستايل اكتر. كويس. اللي هو انا 80% محافظ على طريقه الاكل بتاعي، 20% ممكن لو نفسي في حاجه الحاجه دي غير صحيه ممكن اخدها بالكميه وعلى الفترات اللي ما تخليهاش تاثر عليا لا في شكل جسمي ولا وزني ولا حتى في صحتي. طيب ال 80% دول انا بمشي فيهم ازاي؟ انا باخد 3 عناصر رئيسيين: بروتينز، كربوهيدراتس، ودهون صحيه. كويس. باخد 3 وجبات رئيسيين. في ناس بتبقى عايزه تاخد وجبتين بس، وفي ناس بتبقى عايزه تاخد 5 وجبات مثلا داخلهم 2 سناك. فكل واحد على حسب جسمه اللي يريحه، لان احنا هنسمع اقاويل كتير قوي في الموضوع ده. طب اخد وجبه واحده ولا اخد 3 ولا اخد 5؟ اللي ينفع معاك ومريح جسمك وحاسس ان انت بتخس عليه وقادر هو ده اللي مزبوط. هيبقى مناسب بالنسبه لك. اهم حاجه ان في الوجبات الرئيسيه الطبق بتاعي يبقى متقسم نص خضار ربعه بروتينز اللي هو اللحوم والاسماك والفراخ والحاجات دي والجبن والبيض ومنتجات الالبان، والربع الثاني كربوهيدراتس او نشويات الرز والمكرونه والبطاطس والعيش والحاجات دي. اختياري من النشويات عامة لازم يكون اختيار صحي، يعني بروتين هو كده كده صحي، بس انا ببعد عن الطرق الغير صحية في عمل الاكل نفسه. يعني كويس. مش بعمل مقلي، مش بعمل بزيوت كتير. الصوصات مثلا بالظبط، الصوصات مثلا بحط بكمية قليلة. فانا عندي تمام، ما عنديش مشاكل في البروتين. كويس. المشكلة دايما بتكمن في الكاربس او النشويات. دايما عشان هي من كمية قليلة فيها سعراتها كتير،
هي دايما اللي بترفع الانسولين عندي اللي هو هرمون تخزين الدهون في الجسم، فهي اي لخبطه فيها هي بتحفز الجسم اكتر ان هو يخزن دهون. فدايما اختياري لازم يكون من الحاجات الصحيه، يعني لو الاحسن ان انا بدل الرز الرز الابيض لرز بني او رز بسمتي مش في مقدرتي كمان. عادي ان انا استخدم الرز الابيض بس بكميات قليله، مكرونه بدلها بمكرونه قمح كامل او مكرونه شوفان. البطاطس ما فيش مشكله منها خالص، بس طبعا نبعد عن البطاطس المقليه، ممكن تبقى مشويه او مسلوقه، الحاجات البسيطه اللي استخدم بطاطا شوفان بقوليات. ما هو انا عندي نص الطبق خضار، فانا عندي في ثلاث وجبات رئيسيين انا بتكلم ان انا نص الطبق عندي خضار وربع بروتين ربع كارب، عشان برضو ما ايدش الناس بكميات معينه او ان هم يبقوا عايزين يعرفوا يحسبوا ده ازاي، لان كل واحد ليه سعرات معينه وكل واحد ليه كميات جوه السعرات، بس انا بديهم كسيرفنج عام او كميات عامه اللي هو شكل الطبق عامه يبقى عامل ازاي. شرب المياه مهم جدا في طبعا. نزول الوزن بالذات في الصيف، لان احنا مع ارتفاع درجات الحراره بنفقد كميه كبيره. الديهايدريشن ممكن يخليني اخزن مياه في جسم يعني تخزين المياه ده بيبقى تحت الجلد غير اللي في الخلايا، فانا ببان ان انا منفخ، اوكي دراعي منفخ ووشي منفخ وجسمي كله منفخ، عندي بطن بالذات البطن السفليه دي حتى لو خسيت خالص بيفضل شويه منها، شويه دول دايما بيبقوا ووتر ريتنشن، فلازم اتخلص من ده لان ده برده على الميزان، ده وزن زياده. اوكي العادات بتاعتي، نومي يبقى مظبوط، احاول ان انا اعمل مجهود حتى لو مش قادر اروح الجيم او اتمرن، اعمل مجهود في البيت، انزل سلم، اعمل اي حاجه. وكمان احنا مع العادات اللي احنا بنتكلم فيها دي والنوم طبعا يكون مظبوط في الفتره بتاعه بالليل دي كويس. اهم حاجه. فانا كده اتكلمت على العادات وطريقه الاكل. في ناس دايما بتبقى محتاجه حاجه تحفز معايا شويه. أيوة. يعني حاضر انا هلتزم وكل حاجه، او ممكن الالتزام يكون صعب شويه في الاول فانا عايزه اشوف نتائج اسرع وبعد كده اكمل الالتزام. عشان كده احنا هنتكلم على بيستا النهارده. بيستا هو منتج طبيعي من مرخص ومصرح من وزاره الصحه، بيساعدني في ان انا لو باكل بكميه كبيره او بخزن دهون او اغلبيه اكلي مش مظبوطه او شهيتي على طول مفتوحه او الحرق عندي مش مظبوط، ان انا اتغلب على المشكله دي كلها. كويس. ازاي بقى؟ لان هو فيه ثلاث مكونات رئيسيه. اول حاجه فيهم هي الالياف. الالياف بتخش تاخد حيز كبير جوه معدتي فبتقضي لي على المشكله بتاعه الاكل الكتير، الجوع الغير مبرر، الكريفنجز كتير اللي ممكن تحصل لي، او الناس اللي هي اصلا ما بتعرفش تتحكم في كميه السعرات بتاعتها او تقللها. وده مشكله كبيره قوي للزياده في الوزن، فهو بيحل لي المشكله دي. لانه بيست كمان هو اول منتج فيه ثلاث انواع من الالياف، القشور السيليوم، رده القمح، والشوفان. بتدخل تاخد حيز كبير فكفيله ان هي لما اخدها قبل الوجبه بتاعتي تحسسني ان انا اصلا مليان اليوم كله من باكت واحد بس انا باخده. حاجه كمان اللي موجوده فيها هو الكروميوم. الكروميوم هو معدن مهم جدا في تظبيط حساسيه الانسولين وحرق النشويات اللي هي اغلب برضو المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها منها، ان انا الخليه تحس عندي بالانسولين اعلى، انسوليني يبقى في اقل معدلاته، الحرق بتاع النشويات يبقى احسن، فاحتماليه تخزين الدهون كمان عندي تبقى اقل كتير. اخر حاجه موجوده فيه هو فيتامين سي، وفيتامين سي هنا في بيستا هو ليه دور كبير قوي في الفات اوكسيديشن او حرق الدهون. فانا بحرق دهون، بظبط الانسولين عندي وبظبط حرق النشويات، بقفل الشهيه عندي وبتحكم في الكميات بتاعه الاكل وبقلل الكريفنجز. كل ده مع الاستمرار عليه بالتدريج انا هلاقي ان كل المشاكل اللي انا كنت بشتكي منها اللي مخوفاني ان انا ابتدي دايت او ان انا ابتدي موجود. الرحله بتاعه نزول الوزن بقت موجود بالظبط وبقت اسهل. ده طب ناخده بيبقى قبل الوجبه بقى؟ قبل الوجبه من تلت ساعه لنص ساعه كويس. على كوبايه ميه بقلبه كويس جدا وبشربه قبل الوجبة. كويس قوي. دول على حسب الوجبات اللي بياخدوها في اليوم، على حسب الجرعة الموصي بها، على حسب الهدف بتاع كل شخص. أوكي. يعني انا لو التارجت بتاعي ان انا بخس يبقى انا باخد من 2 لـ3 في اليوم. كويس. لو انا عندي سمنه لا انا باخد 3. لو انا اللي هو بحافظ شويه ممكن اخد مره واحده في اليوم عند اللزوم بالظبط، في عزومه، في فرح، يعني في خروجه، في حاجات كده ناخده حتى للحفاظ على وزننا. لا طبعا مش لازم اكون بخس بس طبعا. طب كويس جدا. طيب